اهلا بيكم. بعد فتره عدت على اول فيديوهات ليا عملتها واتكلمت فيها عن موضوع الشاترستوك، شفت نتائج المتابعين والمهتمين بالموضوع. كلمني اكتر من حد، في ناس واجهتهم مشاكل في رفع الصور، في ناس واجهتهم مشاكل في تسجيل حتى من البدايه خالص، وفي برضو بعض الناس اللي اسعدتني بشغلها وبالنتائج بتاعتها. وحابة اديكم مثال حي على صديق تشرفت بيه من المغرب، كلمني، يمكن هو ده السبب اللي خلاني اشجع واعمل فيديوهات جديدة. صديق من المغرب تشرفت بمعرفته وسعدت ان اسمع منه النتائج الحلوة بتاعته، وهو انه حط 2000 صورة وباع تقريبا فوق ال 800 صورة، ما شاء الله عليه، ربنا يبارك له. مش حابب اذكر المبلغ اللي جاله، مع انه هو قال لي المبلغ مش هين، مبلغ كويس جدا. والفكرة من الموضوع، يمكن هو ده اللي شجعني اني اكمل في السلسلة ديت، هو تحفيز لكل واحد. في ناس تقدر تعمل حاجة، وناس تقدر تشتغل وتطلع موهبتها وتكسب منها، وده اللي خلاني اقرر اعمل عدد من الفيديوهات الجديدة اللي بتتكلم بالتفصيل شوية عن شاترستوك، بحكم انه افضل او من افضل المواقع او المنصات اللي موجودة، ونسبة البيع فيها بتكون عالية. هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي احنا هنقدر نتكلم في موضوع الشاترستوك تاني بالتفصيل. الشاترستوك يا جماعة هو عبارة عن منصتين، المنصة الأولى هي منصة بيع، والمنصة الثانية هي منصة شراء. الشاترستوك عبارة عن بيع ومنصة تانية للشراء. المنصة بتاعت الشراء هي دي اللي الناس بتشترك فيها عشان تنزل الصور وتشتري منها الصور، أما المنصة بتاعت البيع فهي اللي احنا بنختص بيها وبنشتغل عليها وبنحط الصور بتاعتنا فيها وتتوافق عليها، وبعد كده تتعرض على منصة الشراء. فاحنا اول خطوة لينا احنا بتكون عن طريق البيع، وبعد كده بعد ما تترفع ويتوافق عليها بتروح على منصة الشراء، وبعد كده الاشخاص المهتمين بالصور بتاعتنا بتشتري من منصة الشراء، وسعرها بيجي تاني على البيع. وده بسهولة جدا شرح منصة شاترستوك. عشان نتعلم كويس ازاي نبيع على شاترستوك، خلينا الاول نبدأ في الدروس بتاعتنا بالموقع بتاع الشراء او بالمنصة بتاعت الشراء. هناخد فيها درس عن شرح المنصة وآلية العمل عليها، وايه هي مكونات المنصة، وايه اللي فيها، وهنشرح كلها في الموقع اللي هو موقع الشراء. الحاجة التانية هو شرح كيفية الشراء، وهنشرح كمان خطط الأسعار، وآخر حاجة هنشرح إزاي نستخدم الفلاتر اللي موجودة في عملية الشراء، وهنشرح آلية العمل بيها وإيه علاقتها وإيه أهميتها مع منصة البيع. بعد كده هنتكلم عن منصة البيع، وديت شكل منصة البيع، ده الواجهة الرئيسية بتاعتها. هناخد فيها ازاي ننشئ حساب عشان الشباب اللي ما بيكونوش قادرين يعرفوا ينشئوا الحساب، هننشئ حساب خطوة بخطوة. ازاي نضيف صورة جديدة من الاول للاخر، ازاي نتعامل مع الكلمات الدلالية الكيورد، وايه هي شروط اختيار الموقع للصور والموافقة عليها بكل سهولة عشان ما نتعبش في التعديلات الكتير، او نحط صور كتير وبعدين نحبط انهم ما بيوافقوش على الصور بتاعتنا. كمان هناخد تهيئة الحساب بتاعنا عشان الدفعات وربطه بالبيبال، وممكن كمان نعمل درس خاص بازاي ننشئ حساب على البيبال للي ما عندهمش حسابات على البيبال، وكمان هناخد درس في الاخر خالص ازاي نتعامل مع الابليكيشن على الموبايل بتاعنا. انتظروني ان شاء الله، ويا رب ان شاء الله الكل يستفيد من المعلومات اللي هقدمها، وتكون معلومات قيمة وتقدروا ان انتوا تشتغلوا على نفسكم وتشتغلوا على الموقع وتنتجوا منه ان شاء الله. واستنوني ان شاء الله في الحلقات الجاية او في الدروس الجاية باذن الله، وسلام مؤقت.